يمكن ابو علي يذكرها الله يرحمه. عيسى بن راشد دائما يقول الكويت لو يكون مو مرشح الفيله الزرقاء تخرعنا داخل الملعب. الله يرحمه الشيخ احمد كان انا ايش قاعد اقول لك؟ كان يخوفه بتصريح كله مو مرشحين عشان كذي مساعد. شنو قلت لك؟ قلت لك في منافسه خارج الملعب بتصير. بس ما في انا من الصار كلامك صحيح. حاليا في امثله حاليا الدوره الثامنه ما كان مرشح وعزوز قاعد تكلم قبل مع كامل احترامي الرياضه كانت مختلفه والقيادات كانت مختلفه بس هم حاليا لا تصريح لا خلى الحين تصريحنا شوف احمد عقله يقول عين عين على اللقب وانت مختلف وياه خلف خلف لا تصريح خلف تخرب خلف خلف اذا البسه وازرق خلف كلامك عدل انت قاعد تقول ان بالكويت غير قبل وهذا غير خلي تبتدي الانطلاقه من دوره الخليج خرج مره ثانيه من دوره الخليج عدل الحين احنا الحين دورتين ما كنا زينين ودورات ما كنا زينين وكم سنه مو زينين خلي تبتدي باكر ان شاء الله من انطلاق دوره الخليج القادمه ننطلق مره ثانيه يا رب ننطلق احنا ما ندري شنو نلبس البطولات نرجع مره ثانيه يعني حتى خلاص مسؤولين المسؤولين حتى التيشيرت قاعد حاط عينك عليه بقوله بس ابي تفضل ابو علي بس عشان تفضل لا يعني اقول لك مثل المسؤولين بالقطر يعني من كاس العالم يعني يقعد وياك الامير الوادي يقول لك هالكلمه يقول يعني يقول هالكلمه ما تقعد يعني قعدت وياه يمكن 10 دقائق يقول لي ايش فيكم قال احنا تعلم يعني يقول الكره تعلمت يعني من الكويت يقول الكويت انتوا ايش فيكم وهذا الكويت اللي عارفه لازم تردون مره ثانيه نرجع ان شاء الله ترى التيشيرت اللي قلت عنه فينا الزرقاء ترى عزيز لما قالها ترى متضايق لنا عشان ما اعطوه فنيله عزيز ما اعطوه فنيله عزيز ديره مغرقه فنايل انا اتكلم لان انت قلت الفنيله الزرقاء تخرع قاعد اقول لك احنا ما ندري حتى بنلبس ازرق ولا لا ليش؟ لان ازرق بعد اي لون نلبس احنا يمكن ابيض وبلبس ازرق لا 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 نغير الازرق ما نغير ازرق لا هو سلاحنا اذا لازم امر هذا من فوق ان لازم الفنيله الزرقاء ما تتغير يا رب احنا ما طلعت الفنيله لين الحين على مدى دورات الخليج ما تغير لون الفنيله اي نعم لازم ان شاء الله ان شاء الله ما يتغير ناطرين احنا شركه اديداس اللي هي راعي للاتحاد نشوف ما باجي الا ايام نشوف شنو الفنيله اللي بيلعب فيها منتخب الكويت بنشوفها بتشوف نشتريها زرقاء يا كابتن الجمهور يبيها المهم شعار الكويت هني وزرقاء انت ايش هالدفاع اللي مو دفاع ون وي ون وي مسوي موضوع عشان تيشيرت ديزاينر مو موضوع انت قلت الفنيله علم الكويت على قلبك وانت الموضوع بعزوز انت قلت فنيله الزرقاء تخوف قلت لك يبا خلينا نشوفها انت بالديزاين تبي الديزاين بالعكس ترى شيء حلو ديزاين الديزاين مالك ترى شيء حلو ترى شيء حلو من الاتحاد لحظه بمطلق ترى شيء حلو من الاتحاد اذا 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 وقع مع الاديداس ما شفنا شيء ابو حسن بس مو موضوع انا اتكلم في عزاديه الحلقه اللي طافت انا